الشعب مستهلك، 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 لهذه القضايا نحن كذلك مع حل سلمي وحل وطني يحافظ على ليبيا عرضا وشعبا. علاش في تونس ما عندهمش موقف واحد اخواتي اخواني؟ ينهى جماعه اللي مع السراج مع قطر وتركيا، واللي مع حفتر مع السعوديه والامارات ومصر، ما عندهمش موقف مستقل وكلهم تحت المظله الامريكيه. نحن ستكون لنا سياسه خارجيه وطنية ومستقلة، هذه السياسة الخارجية. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.